يا أمينة، تعالي لي حالا، أنا في الأوضة. خلاصي، سلام. انت اتهبلت ولا ايه؟ بتكلميني على الموبايل وانا وانت في بيت واحد؟ امينة انا في كارثة. ايه في ايه؟ انا حامل. نهار اسود. حامل ازاي؟ حامل ازاي يعني وانت صوتك لحد يسمع؟ انت لسه البنت اللي انا متجوزة؟ ابتسام متجوزة بس مش تعملي حسابك. ما انا بعمل زفت حسابي، بس السفرية دي جت على غفلة، ما كنتش عاملة حسابي ساعتها. وبعدين هنهبب ايه في المصيبه دي؟ يعني انا يا امينه لو اعرف هنهبب ايه في الكارثه اللي احنا فيها دي كنت ندهتك ليه بس؟ انت متاكده انك حامل؟ حامل؟ ايوه يا ستي حامل، عملت الاختبار بتاع الحمل ده مرتين يا امينه، وفي المرتين طلع ايجابي. يبقى ايه؟ يبقى حامل. وطي صوتك. وطي صوتي. هوطي صوتي. بقول لك ايه؟ خلصت خلاص. ابوك وامك لازم يعرفوا. نعم، هما مين دول اللي يعرفوا؟ انت اتجننتي يا بت؟ لازم يموتوني؟ لا هما مش هيموتوكي. يموتوكي، ما انت برضو في الاول وفي الاخر متجوزه على سنه الله ورسوله، وبعدين انت عارفه يعني ان امك وابوكي بيخافوا عليك انت بالذات. بقول لك ايه، مش وقت زعل. انا اسفه والله ما قصدي. انا كل الحكايه يعني بقول ان ابوكي وامك لو انت استغلتي موضوع مرضك المره دي ممكن الموضوع يعدي. ازاي يعني؟ انا واختك لو كنا عملنا العمله السودا دي كانت امك هتحطنا تحت رجليها، لكن انت ابوكي وامك موضوع مرضك ده بيخليهم يعني ما يتكوش عليكي بزياده. ماشي يا امينه، ماشي، بس خلينا من فضلك ناجل موضوع ان احنا نقول لهم ده لحد بس ما اشوف انا هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي. طيب اهدي بس، انا بقول ان احنا دلوقتي لازم حليمه ياخد خبر لان ابو الواد، ولازم يبقى معانا في المصيبه السودا دي. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ والله يخرب بيت اخبارك على الصبح. ده انا كده ضيعت. ابوك وامك هيعلقوني. طبعا الراجل بس بحط نفسي مكانهم. اسمعي، ما تعمليش ايوتا او حاجه غير لما اجي لك ونشوف هنعمل ايه في النصيبه دي. انت فاهمه؟ بسم الله ما شاء الله. الله يا صافيه، دي الفيلا بتاعتك دي حلوه قوي. إلهي حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب وتتهني فيها. أهي الفيلا اللي عجباكي قوي دي، الست كيداهم وعيالها مش مهنيني على حاجة، محسسيني إني عايشة في جهنم الحمر. حبيبة قلبي، أهي في دي يا أختي بقى أنا مصدقاكي، ما أصل كيداهم دي عقربة. أنا نفسي أفهم إزاي استسلمت بسهولة كده إن جوزها يتجوز عليها. استسلمت؟ ده أنت طيبة قوي على نياتك. بقى كيداهم دي هتستسلم؟ دي قعدالي هنا يا ماما علشان تذبحني بسكينه بارده. طب وانت ايه يا اختي اللي غصبك على كده؟ سيبيها لهم مخدره وارجعي شقتك تاني يا صافي. ما هو حنفي مش راضي، بيقول لي معيش في شقه مراتي. طبعا عارف ان عدوي الله يرحمه هو اللي كان شاري لي الشقه، وبيني وبينك انا اجرتها قبل ما اسافر لبنان، قلت القرشين اللي يجوا منها احسن ما انا قافلاها. ودي حصه ايه دي بقى؟ خلاص بقى، بصي يا صافي اسمعي كلامي يا اختي، انت تقتصري عنهم خالص وتخليكي في حالك. يا اختي ما دام اقتصره ومخلياني في حالي، هما اللي كل يوم والتاني يجروا في شكلي، وانتي عارفاني بقى بصبر واسكت واسكت، بس لما بتفتح محدش بيقدر يقف قصادي. انت هتقولي لي؟ شوفي يا اختي، اهي واقفه زي القدر مستعجل، عماله بتلمع اوكرا اهي. كيداهم هي فين؟ يا بت بس ما تبصيش بقى. ياما خضتيني يا صافيه، في ايه؟ الو. ايوه شحت، عاوزك تجي لي الفيلا النهارده. الله، جرى ايه يا واد؟ تتحقق معايا مخفي الاسم والصوت والصوره انت؟ لما تيجي افهمك كل حاجه. ما تنساش تجيب معاك ايراد المحل وانت جاي، خلي بالك يا اخويا لا تلطشوا منه. يلا بالسلام. بقول لك ايه؟ مفيش اخبار عن فؤاد؟ انا كلمته امبارح عشان اطمن عليه، وقال لي ان هو لسه يا عيني بيدور على شغل. يلا بقى هنعمل ايه؟ كله اسمه النصيب. بقول لك يا صافي، خلي بالك يا اختي على شغلك وجوزك وبيتك، وانسي الموضوع ده خالص. ان شاء الله. قولي لي،
عامله ايه مع الولا شحت؟ هو انا ما قلتلكيش؟ ايه يا اختي خير؟ اللي تنشك في قلبها اللي اسمها احلام بتشتغل في الفرن عند كيداه.